بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن موجودين أمام جامع عثمان بن عفان الموجود في منطقة أديابية أول المساكن. تم اليوم قصفه عشوائيا وهمجيا بالدبابات والمدفعية الثقيلة والمدفع 23 من قبل اللواء أبو الفضل العباس وعناصر من حزب الله المتمركزين في منطقة السيدة زينب. انظر يا مسلمين، انظر يا عرب، واشتعال النار لحد الآن. انظروا، هنا المصاحف تحترق والجوامع انظر يا مسلمين، انظر يا عرب، الجوامع تنقصف وتدمر من قبل شيعة حسن نصر الله، حسن حزب الشيطان.